أنا ابني خريج هندسة تقنيات طبية أهلية. أهلية، وصرفت له 4 سنين ما يقارب فوق 16 مليون من أجور، كل سنة 4 ملايين، وعلى أساس قالوا تعيينهم مركزي، وهاي النتيجة هسه قاعد بالبيت عطال بطال، لا تعيين ولا يقدر يروح منا ولا منا، وهاي جاي يشوفون وضعية، والناس تطلع مظاهرات، خاف يطلع مظاهرات، خاف يقتلوا لي، ما أقدر أطلعه، لأن هاي جاي يشوف العالم جاي بالإعلان جاي يطلعوهم، الناس جاي تنقتل، والنساء جاي يعتدى عليهن، وكل هذا وماكو أي حل لها السالفة هاي، ما أعرف شنو تاليتها شلون ما أعرف. قول إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله يصير لهم حل. إن شاء الله. بعد يعني قبل فترة عينوا، بس قالوا التقنيات الطبية هندسية شو ما مشمولة بهالتعيينات، ما أعرف ليش ما مشمولة، مو من ضمن يعني مو مهمة هالاختصاص التقنيات الطبية أجهزة طبية، ما أعرف شو السالفة، ما أعرف. قول إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير.